ساعاته الأخيرة بفعل الخير ورحل، أدى صلاة المغرب وتبرع بمبلغ من المال لأحد المرضى قبل أن يستدرج إلى مكان خطفه ثم قتله بدم بارد. بابا فيني واحد عمره 40 سنة يجي هيك نعمل له عملية الإجرام هذه، وابن عمك وابن خالك وابن أختك وابن عم، ولا شو هذا يا عمي شو هذا؟ وين ربيني النهار؟ بعد 6 أيام على اختفائه وفي عملية نوعية لفرع المعلومات، عثر على جثة الشيخ أحمد الرفاعي الذي فقد منذ 20 من شباط الجاري في منطقة الريحانية القريبة من بحيرة البارد في حفرة يبلغ عمقها نحو 3.5 أمتار. هو الذي اختفى أثره نهار الاثنين حين كانت العائلة تحاول التواصل معه في فترة بعد الظهر. أنا بدي يعني يحطون عسيحة هزيب مثل ما أطلبني درزوني وجهني ده لمفتي جمهورية، بدي أقول له يا عمي هذا ابن عم العمامي تبعتي، أنت ابن أنا ما برضى إلا ما تحطوا عسيحة الجامع هيك وتدرزوا مثل ما درز ابني. وتوصلت شعبة المعلومات إلى تفاصيل صادمة، إذ اتضح أن رئيس البلدية يحيى الرفاعي وفقا للمثل الشعبي قتل القتيل ومشي بجنازته. قضية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي يفيدها ويسارع في كشف الحقيقة عنها ذهابي إلى التحقيق عند أي جهاز أمني، فأنا أعلن أمامكم أنني أتنازل عن حصانتي الدينية وأتنازل عن حصانتي الإدارية كرئيس بلدية افساحا في المجال أمام الوصول والإسراع إلى الحقيقة. المدعو يحيى رئيس البلدية هو الرأس المدبر لعملية الخطف والقتل والدفن، حيث كان قد جهز لها وأعدها لوجستيا منذ نحو شهر بالتعاون مع 5 أشخاص من عائلة الرفاعي، هم نجله علي وثلاثة أشقاء من أقاربهما. وبعد تفتيش منزل رئيس البلدية عثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والمتفجرات، وقد تمت مصادرتها تمهيدا لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص. ووفقا لمعلومات الجديد استخدم رئيس البلدية جرافة تابعة للبلدية في عملية الحفر. رامي الحج القاضي عنده أمر بتوقيفه من سنة، ليش تاوي الملف وما وقفوا حتى وسط هيد؟ نحن بنحمل مسؤولية للقوى الأمن، نحن شلنا 100 دعوة عليه، هو هجمنا هو قوصنا وكبه، ايه قوص أخي وكبه على الطريق وقوص ابني وكبه على الطريق، حرق السيارة لأخي وروح الشهود من هاري وشهدوا إنه معنى أنه هو قوص الشباب، ومعه معه معه أمر بتوقفه رامي الحاج ولا ما وقفه، والمعه حصنتين. وقد شيع الشيخ أحمد في بلدته الأرأف بمواكبة عدد كبير من الأقارب والمحبين ورجال الدين الذين أثنوا على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة. نحن نأمل من الله أن يحفظ هذه البلدة وأن يوفق شيوخها وعلماءها وكبارها بأن يتعاطوا مع هذا المصاب الكبير بالحكمة والصبر، وأن يجنبوا أن نوسع الجروح وأن نكبر الجريمة، فهذا أمر خطير جدا. هذه الرسالة هي رسالة تهدئة، هي رسالة صبر ومصابرة، إعمالا لقول رب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قضى الشيخ شهيدا وموعدنا هناك معه في الجنة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نفت ما ينقل عن تورط عنصر من القوى الضاربة في شعبة المعلومات في هذه القضية. رنا عبود، قناة الجديد.